يلا شيف. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا، الترحيب مع حلقه من برنامج بيت شيما. اخوكم انا الشيف فراس العراقي. بدايه رحبت بكم، مرحب مره ثانيه وبكل مشاهدينا الكرام وين ما كانوا داخل وخارج مصر، ورحب ايضا بالشيف خلود. مساء الخير شيف، شلونك؟ هلا شيف، شلون صحتك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ طبعا اليوم غزوه، الحلقه كلها عراقيه، وغزينا الاستوديو مال بيت شيما كله. غزينا بيت شيما وغزينا الاستوديو مالتهم، واكيد هم ما فاهمين علينا شيء، بس نبدي نترجم. شلونك عبد الرحمن؟ شلونك شيف؟ شلون شيما؟ شلونك؟ الحمد لله. في شلونك انتو؟ يعني زيك شيما. اوكي، نبدي نترجم حاليا. اوكي عرفنا. شيما شو تخبلين اليوم؟ تخبلين كثير. تخبلين؟ فديتك عبدو. حلوه. يعني يا جماعه بيقول لي ان حلوه يعني جميله كده، انا بقول له انا كده بقول له ايه يا جماعه؟ فديتك يعني؟ فديتك قول له. يعني شنو فديتك يعني؟ شلون ترجمها؟ يعني اروح لك فدوه. حلقه متميزه جدا، حلقه عرقيه بكل حاجه. ومختلفه ايضا. حلقتنا مختلفه جدا، معانا الشيف فراس العراقي، ومعانا الشيف خلود القيسي. الشيفين عاليين جدا موجودين معانا هنا النهارده من العراق، كانوا هنا علشان يتكرموا وان هم اعضاء في اتحاد العرب للطهاة والمصريين. وفي حاجات كتيره جدا على فكره نعرفها بقى من شيف فراس والشيف خلود. اكيد طبعا طبعا. ان شاء الله ان شاء الله. بدايه احنا اليوم طيب تيجي نروح مع الشيف كده ونقف معاهم هناك، نجيلكم بقى ونشوف هتعملوا ايه. اوكي يلا. بدايه احنا يعني اليوم باذن الله راح نقدم اطباق عراقية معينة ومختارة في نفس الوقت، راح تكون من شمال ومن جنوب العراق. دي وصفة من العراق. من شمال ومن جنوب العراق، وكذلك وصفات بغدادية قديمة من زمن الدولة العباسية. المشاهدين كلهم يكونوا معانا ويتابعونا. يا ريت يتابعونا. هذه الأطباق العراقية اللي لأول مرة الشيف فراس هيكون معانا، هيعمل وصفات عراقية، وهنبدأ بأول وصفة. اسم الوصفة دي إيه يا شيف؟ وأول مرة هعملها أمام التلفزيون يعني. كمان يعني حصرياً معانا. هذا الموضوع يعني سبق ان تحدثنا به، هو مشروع مطروح للاستثمار. اوكي، فالتفاصيل لازم ما تظهر، لكن بصراحه حبيت هذه الاطباق لشعبنا المصري. أوكي. الجميل والشعب العربي لينا. اللي يتابع قناتنا. شرف لينا. اسم الوصفه دي ايه؟ اطباقنا راح تكون اليوم طبقين، قلت طبق من الشمال طبق من الجنوب. اوكي، الطبق الاول راح يكون من اختصاص الشيف خلود. الشيف خلود متميزه جميله حبيبتي. شكرا جزيلا. شكرا خلود. تحدثي عن اطباق هذا اليوم. احنا ننزل باهني مقادير اهني طبق معنا يا شيف اليوم. راح ابدي يعني راح ابدي وياك بالدجاج المحشي. راح ابدي بالفراخ المحشي. لازم شويه المشاهدين يفتهمون علينا. فراخ المحشي. فراخ المحشي بس اليوم راح احشيه على طريقه الموصل. طريقه الموصل بالعراق. الموصل يعني جبتك من شمال العراق. اوكي، راح يكون حشو الفراخ ما بين الجلد ما بين اللحم، مو الفرخه اللي انتم متعودين عليها تكون محشيه من الوسط. اوكي، راح تكون الحشوه ما بين الجلد وما بين اللحم. اوكي، يعني والطبق الثاني مفتوحه من المنتصف. مفتوحه من المنتصف. ايوه، نوريها للناس. تمام، وهتتحشي ما بين الجلد وراح تتحشى ما بين الجلد بهالشكل هذا وما بين اللحم. طبعا انا فتحتها بهالشكل هذا، خليته يكون هذا الموضوع مثل الجيب، يكون يعني مفتوح. اوكي، شيء بدون زحمه، بس حرك الزيت من النار لانه سخن جدا. راح يكون حشوها رز متبل. رز متبل. الرز شنو راح نتبله؟ راح نتبله بفلفل اسود ولحم مفروم. اوكي، وراح يكون معاه بهارات برياني. اللي ما يفهم بهارات البرياني يقدر يتبلها بكزبره وقرفه، عفوا، لانه عندي اختلاف بالتسميات حاليا. وبعد شيف شنو تبلها؟ انا راح اسولف عليها حتى اوصل للمشاهد المصري. يلا ترجم لنا، ترجمها يا جماعه، ننزل بالترجمه. تبلها فلفله حلوه وفلفل اسود. اوكي، وكزبره وكمون وفلفل احمر بارد، يعني شطه بارده. شطه بارده اللي هي البابريكا نفسها. البابريكا. وايضا راح نضيف معاها كركم، وممكن نضيف شويه كاري لو كان عندنا مخلوط. اوكي، يطيب بعد نكهه اكثر، وهي المطحون طبعا. اوكي، هذه بهارات البرياني اللي خاصه بالتتبيل للرز. البرياني العراقي. طبعا انا البارحه لقيتها مخلوطه موجوده عندكم جاهزه عند العطارين. فاللي ما قدر يلقاها مخلوطه هذه الريسيبيات البهارات. اوكي، بالنسبه لتتبيل الفرخه نفسها، طبعا انا اميل للتتبيلات الطبيعيه تكون. اوكي، فراح استخدم فلفل اخضر. فلفل ضرب الخلاص. تمام. اوكي، وليمون. تمام، احنا نبدا نشتغل على طول. اوكي يلا. تمام يلا بينا. بدي انزل فلفل اخضر. والطبق الثاني
الطبق الثاني طبعا احنا بدنا نحكي هسه على الطبق الاول بتتبيلاته. نعم نشتغل طبق طبق معانا. ماشي اوكي. نبدا بالفراخ، دي الفراخ المحشيه بالمقادير بتاعتها. هنبدا بالفلفل وهنبدا نعمل. افتحي لي شيء ساعديني شويه. انا لا انا بس دي فرصتك لو سمحت. دي فرصتك. خلي فلفل اخضر. احنا واحنا بقى بنبدا في الاطباق بتاعتنا عايزين نتكلم عن موضوعنا اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، طالما احنا معانا الشيف من العراق والشيف خلود، فاحنا عايزين نتكلم عن تقاليد الجواز في العراق. عامله ايه التقاليد عندكم؟ علشان احنا عندنا مشاكل كتير هنا في مصر. يا عبدو خلينا نعرف الاول التكاليف الزواج عندكم ايه بقى؟ انا سمعت كده يعني ان العريس هو بيشيل كل حاجه. اكيد طبعا احنا عندنا العروسه، العروسه تيجي بشنطه هدومها ويكون هو مشتريها لها كمان. تمام اوكي تمام. يا بخته يا بخته اللي عنده بنت. خدت بالك عنده بنت. اوكي الموضوع مش زي عندكم يعني انه يكون العروسه بتشارك في كل حاجه. لا احنا ما احنا مديله بنت. انا عايز الحاجات دي كفايه قوي صح ولا لا؟ طبعا. يعني انت هتيجي تاخد بنتي فانت خلاص كده يعني تشيل كل حاجه دي كل هي شيء. راح تكون شريكه حياتي اكيد ويعني راح تشارك على الحلو وعلى المره. دي كفايه مش كده يعني؟ لا طبعا كفايه جدا صح. لا طبعا الكلام ده هيعجب ناس مصريين كتير وشكلهم هيروح العراق. اوكي بالعكس راح يعجب البنات المصريين الكلام. لا احنا بس الشباب هسه كرهوا البنات. بالنسبه للبنات احنا خلينا البابريكا حاليا. اوكي لا انا هرجع في الحته دي. خلينا الفلفل الاسود. تمام نحط هذا التتبيله الفرخه نفسها. اوكي وخلينا الزنجبيل المطحون، واذا حبيتوا تخلون الزنجبيل الفريش ماكو اي مشكله. اوكي هم فاهمين عليه كده. اوكي تمام واصل. تمام اوكي اوكي ونخلي شويه ملح. واحنا يعني كشعب عراقي اغلبيتنا نحب الماجي. تحبي الماجي؟ طعم الماجي. مرق مرق. اوكي احنا نسميه تسميته نسبه الى الماجي، شركه الماجي. فماجي نسميه. اوكي اوكي تمام. اليوم راح اخلي ملح طبعا الاغلبيه ما يفضلوه. طيب احنا هنستقبل اول اتصال معانا في الحلقه. اوكي استاذ محمد. الو 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 استاذ محمد اتفضل. برنامج حلو والله. البرنامج جميل. بتسلم يا حبيبي. احنا بس بس الصوت عايزين الصوت عندنا فيه صوت في جوه معانا. دبس رمان. الصوت مش واضح. دبس الرمان سموه. الو هو دبس الرمان برضه. الصوت مش واضح معانا في الاستوديو. طيب ماشي تحاول تتصل بينا تاني. ممكن الفلفل هيتضرب ولا يبقى يتقطع قطع صغيره؟ هو يتضرب ممكن قطع صغيره. عايز شويه ميه؟ لا لا هو عايز قطع قطع صغيره شويه كده. وطبعا الفرخه بعد ما تتحشي راح تاخذ تحتها خضار. الخضار راح يكون شيء اختياري. طبعا انا اليوم لما طلعت للسوق وشفت عندكم الخضار جدا جميل فخليت بطاطا حلوه. بطاطا حلوه. بطاطا بطاطا اللي هي البطاطس. لا لا في بطاطا اللي هي البطاطا حلوه. لا بطاطا حلوه. والبطاطس بطاطس احنا نسميها البطاطا. اوكي وهذا البتنجان الحلو عجبني شكله خليته نوعين. اوكي خليته يعني ايه خليته بالمصري. خليته نفس الشيء الحمد لله. وطماطم وطماطم و بطاطس بطاطس. خلاص مش لازم يضرب حاجه. شويه ميه نقطعها شويه بال لا المفروض هو يضرب الخلاط. اوكي بس ظهر الخلاط مو قوي هذا. تمام شوية نقطعها. شيف فراس احب بقى اعرف بالنسبه لحضرتك شفنا الرجاله كده بيعملوا ايه في تكاليف الجواز دي؟ ايه اللي بيحصل وعشان شاب يتجوز في العراق هيعمل ايه؟ عشان يتجوز هو اذا يريد يتزوج بالعراق يعني. لو رد لو رد يتزوج لازم يحضر له اقل شيء 15 دولار. يكون تحت اقل شيء يعني 15 حتى يكون معلوم للمشاهد العربي والمصري ايضا. تمام 15000 دولار اول شيء يكون تحت اليد عنده. ده اول حاجه اضافه للاضافات الاخرى. يعني الزواج عندنا تقريبا تكاليف توصل ل 20000 يعني تكاليف الفرح مثل ما نقول يعني توصل ل 20-25000 دولار. ده كله لا 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 خلينا في مصر. بس هو عموما يعني ما يختلف كثير عن تكاليف الزواج هنا في مصر. قريبه شويه. تمام. لكن هنا يعني نقدر نقول المصاريف تكون تكامليه ما بين الزوج والزوجه في مصر. الفكره عندنا هناك ببغداد لا لازم كلها براس الزوج وبالتالي
راح يكون بكل الاحوال تضحك. يعني اشوف اللي عنده بنت اثنين ثلاثه مبسوط وقاعد تمام، لكن اللي عنده ولد يعني خايف عليه. اكيد اللي عنده ولد يعني يكون حاسس بمشكله، مشكله اكيد حيكلفنا كثير اضرار الزوج. ذاك الشباب كله يسعى للعمل، هو مصدر الدخل عندنا هناك ونسبة الدخل عالية في بغداد. تمام. مقابل المصاري فيضا جدا عالية. طب خلاص انا اشتغل في بغداد. مش هتعرف تحوش حاجة. انت لو جيت لا عفوا انت لو جيت اشتغلت في بغداد. تمام. يعني خلينا نقول فترة انتقالية مو تستقر بغداد. طبعا هو تنورونا اكيد بلدكم اكيد. لو جيت اشتغلت هناك راح تكون مصاريفك او تكاليفك كحياة على صاحب الشغل. فبهالحالة هذه يقدر يعمل حاجة راح تقدر انه يوفر هذا راح يكون تقدر توفر عائد دخل كويس. بالضبط. تمام. يعني انت ما راح تكون تصرف اي شيء فراح تقدر توفر، بس لو انت جيت تعيش هناك لا ما راح يكفيك. طبعا لو جبت شيمه معاك وجيت ايوه اللي حتاخذه مش حيكفيك نص الشهر. اكيد لا لا انت مش عارف يا شيخ، من اول يوم الشهر من اول يوم الشهر مشكله في شيمه شيء فينا يا عبدو. لا شلونك بس اقول ايه؟ اقول له ايه؟ ما تفيدك. لا شوف كان زين والله زين. زين زين والله زين. صح كده شيء؟ زين الحمد لله. زين الحمد لله. زين. طيب احنا معنا اتصال تليفوني. معنا اتصال تليفوني استاذ احمد. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بيك استاذ احمد، اتفضل. اهلا بحضرتك. اهلا، احنا معنا النهارده حلقه متميزه، لو حابب تشاركنا مع الشيف فراس والشيف خلود. اهلا بيك يا فندم. انا اتفضل. احمد فؤاد صديق شخصي للشيف فراس، انا عايز اقول له منور الدنيا كلها. اهلا وسهلا يا حماد يا حبيبي. كنت شغال معاه في فندق المنصور ميريا في كلارات من 90 ل 99، عايز اقول له ان هو منور الدنيا كلها والحمد لله على سلامته. الله يخليك يا حبيبي، الله يسلمك. وهو قد ايه بني ادم طيب، وقد ايه بني ادم محترم، وقد ايه بني ادم يعني أنا أشكرك. على خلق رفيع. انا اشكرك جدا على سلامتك، منور الدنيا كلها في مصر. الله يسلمك يا احمد حبيبي، الله يسلمك. دايما بخير يا رب، دايما بخير، وحشتنا وحشتنا ايامك واحنا كنا مع بعض في العراق اصدقاء. الله يحفظك ان شاء الله، ان شاء الله نلتقي قريبا. محترم، الله يخليك ويحفظك حبيبي. الحمد لله على السلامه، منور مصر، منور الدنيا كلها. الله يسلمك، منوره باهله ان شاء الله، منوره باهله. شيف احمد وانا منوره مصر، شلون يعني؟ والشيف خلود معانا برضه استاذ احمد. الشيف راس انا عشره بينه وبينه. جوهاني الشيف راس والله. انسان راقي وانسان محترم وانسان خدوم يعني. اكيد اكيد. الشيف خلود كمان معانا. عايز اقول له الحمد لله على السلامه، منور الدنيا كلها. الله يسلمك والله، شكرا جزيلا. احنا بس كنا عايزين نعرف من القبه المصريه، وحشتني قوي اكلتها الجميله قوي القبه. هنتكلم عنها ازاي بتتعمل، حتى لو وصف شفوي يعني بعد اذنك طبعا. تمام مرة مرة. تمام اكيد. طلع الصور ان شاء الله ونتكلم عليها، اذا زين الصور ما تمام. لا كوبا مصرية. خلاص راح نتكلم عليها ان شاء الله، وتمني حماده حبيبي. عموما عموما منورين الدنيا كلها في مصر يا حبيبي. الله يوفقك، شكرا جزيلا. برنامج جميل وبرنامج قد ايه يعني قد ايه محترم وجميل يعني. الله يوفقك حبيبي، شكرا استاذ احمد. شكرا ليك. شكرا قلبي. شكرا. شكرا جزيلا. هسه نتكلم على الطبق الثاني. الطبق الثاني معنا اي من المطبخ. ريحته حلوه، الخضار بدا يطلع ريحته. طبعا احنا مجهزين فرخه مسبق لانه لضيق وقت البرنامج. اوكي. لان تاخذ ما يقارب ساعه ونص بالفرن حتى تستوي. على نار هاديه كذا على الموضوع. على نار، انه انا بديت انطيتها على 250 بس الفرن كان جدا قوي، فاضطريت انزل ال 150 درجه حراره 150 حتى تستوي. او تقدرون انه بعد ما تتبلوها تغلفوها سيلوفين. سيلوفين يسموه. اوكي اوكي. وبعدها تطوها تحمير. بس لو غلفتوه بالسيلوفين انا ما افضل الموضوع، لانه اذا ما كان الفراخ بلدي راح يصير الفرخه الجلد جلد يتمزق. اوكي اوكي. لانه اكو فتح حشوه بالداخل. اوكي. هسه نجي على طبقنا الثاني. يلا. اللي احنا بعد ما شرحنا التتبيله واليه الخضار شلون تكون حطيناها في الفرن ومنين تتحشي مثل ما قلنا. تمام. بهالشكل هذا بين الجلد تكون الرز. اوكي اوكي اوكي. تمام. بعدها نخلي الخضار تحتها ونخلي التتبيله نفسها من ضمن الخضار، يعني نتبل بها الخضار والفرخه. أوكي. وندخلها فرن، ما راح تحتاج مي، او يمكن تحتاج ما يقارب ربع كوب. ربع كوب حاجه بسيطه من المي يعني. جدا بسيطه، لان أوكي. الخضار راح ينزل سوائله والفرخه اصلا هي بها سوائل راح تنزلها. أوكي. طبقنا الثاني اللي هو طيب تبشي السمك. شيلي هذا راح نسوي تبسي السمك. تبسي السمك اللي هو على الطريقه البصريه. على الطريقه المصريه. طيب احنا معانا اتصال تليفوني نستقبله. معانا ام ايمن. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اي والله ممكن اشارك في البرنامج؟ طبعا انت مشاركه معانا، اتفضلي.
بمناسبه العراق بقى، والله انا كنت كلت زيتون من واحده عراقيه. تمام. زيتون مخلل، بس هو كان مفروم. كان مفروم او مقطع صغير، وكان عليه بقدونس وثوم او حاجه زي كده، وزيت زيتون. بس انا نفسي اعرف الطريقه. سلطه زيتون، هذه سلطه زيتون دي. بس نفسي اعرف الطريقه، لان انا اكلتها من كام سنه من ناحيه السعوديه. ونفسي اعملها بصراحه. تمام، تمرينا هسه راح ننزل لك الطريقه وتابعينا حتى تاخذيها شفهي. تمام، اوكي. هنشرح لحضرتك. شكرا جزيلا، تمرينا. نحتاج بتالي النهارده اعتقد الشيف راس هو عبد الرحمن، والشيف كلود هي شيما. بالضبط. احنا ضيوف عندكم النهارده. السمك راح احتاج اقليه بالبدايه. اوكي. فراح احتاج اتبل الطحين، يعني راح الوثه بالطحين وبعدين اقلي الدقيق. هنتبل الدقيق. احنا سهله الطحين والدقيق. اوكي اوكي. شيف دي وصفه ايه اسمها ايه؟ هذا تبسي السمك على الطريقه البصريه. احنا جينا من الشمال للجنوب حاليا. تمام. دي بتاع الطريقه ثانيه. راح السمك عايزين برضو ننزل بالمقادير بتاعتها. طبعا. ونبدا نشتغلها دلوقتي. حاطين على الطحين ملح. راح اخلي ملح. ملح حاجه ثانيه ولا؟ وراح اخلي كاري ضروري. كاري خليك كاري، ولو توفر لوث يدي بالطحين ماكو مشكله. تمام. تحدث ارقى المطابخ. راح اخلي كاري. اوكي. لانه طعمه ويا السمك جدا راقي. او اللي ما حب يخلي احنا كاري معنا المقادير بتاعتها. تمام. هنقدر نقولها للساده المشاهدين اللي بيتابعونا. طبعا هي عباره عن سمك. أيوة. سمك كارب او الاسبور. احنا نحكي على الوصفه العراقيه. تفضلي قولي. اوكي. بس اليوم انا استخدمت لان بمصر سمك بلطي. هي عباره عن سمك بلطي فيليه مسحب، بس هو فريش. أوكي. لكن سحبت لي اياه من العظام مالته. تمام. ده فيليه السمك. فيليه والتتبيل ترى احتاج طحين. اوكي. انا اليوم لانه السمك فيليه استخدمت طحين. لو كان السمك صحيح مو فيليه ما كنت راح استخدم الطحين. اوكي. نقليه مباشر. اوكي. فاليوم راح اتبل الطحين تبع السمك، كاري، فلفل اسود، ملح، بس كذا. ويتقلي ويتخلى على جنب. اوكي. الصلصه بتاعت السمك راح تكون بصل وفلفل اخضر وفلفل حر شويه. اوكي. وشرايح بطاطا وشرايح طماطه، كلها تتقلي مع بعض. اوكي. وبعدها ينضاف لها دبس الرمان وينضاف لها تمر هندي شويه. تمر هندي المالح وليس الحلو. اللي يكون بملوحه في بسميه مزازه شويه كده. يكون مالح. اوكي. ويكون طري اكثر من التمر الهندي اللي يكون العصير. سمك عليه دبس الرمان وعليه التمر الهندي. تمام. هذه الصلصه حتكون كلها. تمام. وفلفل اسود وكاري. اوكي. تتكثف الصلصه بعد ما شويه تاخذ غلوتين. ننزل السمك بيها. تمام. احنا نبدا الخطوات. تتكثف نخليها كزبره بالوجه او معدنوس. تمام. تزيين يعني كده. بالضبط. اوكي. راح يكون هالشكل. فهسه راح ابدي اشتغل. ابدي يعني. تمام. احنا كده الطحين الدقيق والملح والكاري وفلفل اسود. فلفل اسود. هنبدا نخلط كل ده مع بعضه. نعم. ونبدا نتبل بيها. بالضبط. نبدا نتبل السمك. السمك الفيليه. وانت حضرتك كده بتتبلي، عايزين نتكلم. تمام. في عادات بقى يعني وتقاليد العروسه نفسها قبل الزواج بقى. عايز اعرف التفاصيل بقى اللي بتتعمل قبل العروسه ما تتجوز. انتوا بتعملوا ايه بقى تتجوزوا هناك من غير اي حاجه، من غير اي تكاليف؟ عايزه بقى تعملي كل العادات وكل حاجه وكل البلاد. بص احنا كله هناك. ايوه عليك. لا ثانيه واحده ثانيه. الزوج هناك عارف ومقدر قيمه الزوجه اللي هيتجوزها. لا انا عايز اعرف هناك في حاجه عليك. سمعت يا عبدو؟ لا في حاجه الشيف بتقول علينا. ايه اللي عليكم بقى يا شيف؟ اللي علينا يمكن يطلع حاجه. طلعت حاجه. طلعت اللي علينا مجرد تكاليف حفلة الحنة اللي هي تكون قبل العرس. تكاليف حفلة الحنة بس كده قبل العرس بيوم. اللي بعض الأهالي يمشوها بجاتو وعصير كفاية. جاتو وعصير كفاية. واحنا نشيل الباقي. ماشي. ومرات العريس هو يجيبها ويعني يجيبها لأهل العروسة وخلاص. لا العريس طلع كمان. احنا نودي كل بنات مصر بقى العراق. يا أهلا وسهلا نجيبهم. طيب الحفلة بتاعت الحنة دي بتقعد كم يوم؟ هذه الحنة احنا عندنا أول ما تنخطب العروسة تكون قعدة المهر يسموها. المهر او الخطوبه. اوكي. وحضرتك بتعملها عشان اوكي بعد ما تتخطب تكون هذه حفله. حفله. اوكي. وقبل ما تتجوز بيوم تكون هي حفله الحنه. هي الحنه يعني الحنه بتعملوها قبل الزواج بيوم. يحنوا فيها العروسه. ويعني في التقاليد بيها تكون خاصه بالعراقيين. اوكي. انه يشعلوا لها شموع، يخلوا لها ورق ياس وهالامور هذه، ملح وسكر وهالامور، حتى انه من الحسد وهالامور هذه. طبعا هذه عادات عراقيه جدا قديمه ولا زلنا محتفظين بها. انه كل عروسه لازم تكون لها حنه. أوكي. اوكي. وبعدها يكون العرس اللي هو الفرح. الفرح بقى الزواج. بالضبط. اوكي. اوكي.
وبعد الفرح بسبع ايام لسه في بعد تاني لسه في تاني طبعا احنا خلاص يعني لغايه كده تمام لسه في مصاريف تاني يلا بينا على العراق والله يلا بينا خلاص اتدبست بقى وخلاص قصدي يعني خلاص يعني ماشي خلاص بقى نشوف مين اللي اتدبس فرصه حلوه جدا اكيد طبعا طيب احنا معانا اتصال تليفوني استاذه رانيا الو 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 شايف الزيت سخن ايوه ايوه خلطة السمك بتتعمل ازاي؟ ايه؟ خلطة السمك بتتعمل ازاي؟ خلطة السمك لا لا اللي احنا شغالين فيها؟ اه طيب حاضر هنقولها تاني واحنا شغالين فيها وهنعيدها تاني مع الشيف خلود هتعيدها لنا تاني هرجلي سؤال تاني خلطة تتبيل الطحين للسمك راح تكون هي الطحين والكاري والملح والفلفل الاسود اوكي اما خلطة تتبيل صلصة السمك راح تكون الفلفل الاخضر مع البصل مع الفلفل الحار مع الطماطم والبطاطا تتقطع شرايح وتتشوح بالزيت اكيد وبعدها يتخللها ها نسينا صلصه معجون الطماطم اللي هي المعجون اوكي تخليها مع دبس الرمان والتمر الهندي تتكثف شوي وننزل بيها السمك وملح اكيد يعني ملح شيف الحله دي لسه شغاله لو مش شغاله نبدا نشيلها ونشوف دي شغاله لسه شغاله تمام ممكن ننقلها الناحيه دي ونجيب الحاجه الناحيه الثانيه ونبدا بقى معاك يا شيف وتقول لنا ايه اللي انت بدات فيه انا شايفك اشتغلت كده معانا يا شيف شيف ما شاء الله شيف شيف راس عايزين نبدا بالوصفات خلاني اتكلم وبدا يشتغل فقول لنا يا شيف بقى بدانا في ايه وايه الوصفات اللي معاك بسرعه الوقت بسرعه ابو جمعتكم اتفضل يا شيف بديت الطبق الاول اللي هو بدر البدور اللي هو عباره عن شرحات لحم انطيتها بداية سلق حتى تكون مطبوخة وجاهزة تمام دي الوصفة اسمها ايه؟ بدر البدور بدر البدور بدر البدور تمام الوصفة على اسم الجارة اللي جت بيها هذا الطبق ارميني من ارمينيا من اصول ارمينيا جابت تحت الجواري بالغزوات العباسية اللي كانت الدولة العباسية جابوها من هناك وجابت معها هذه الخلطة او هذا الطبخ المميز جدا تمام تتكون من ايه بقى على فكره شويه اتحدث عن المطبخ العباسي اوكي المطبخ العباسي مميز جدا يعني بيفد خلطات وطبخات تفوق الخلطات الاوروبيه الحاليه اللي احنا عندنا موجود مطبخ ايطالي والفرنسي فيها اطباق رقيقه جدا ومميزه سابقا كانت تقدم بالفخاريات وبشكل قديم تمام احنا هسه بدينا نقدمها بالاطباق وبرزنتيشن عالي لحد ما يعني انت بدات تجيب القديم وتعمله ثاني تعمله حداثه تعمله حديث وبتحدثه عمليه تجديد تمام بنفس الوقت يعني هذا موضوع المطبخ العباسي مشروع مطروح لكل البلدان ممكن نعد هذا المطعم داخلهم ونقدمه باسلوبه القديم باسلوب الجواري والخدم وغيرها يعني تعمل الشو كامل شو كامل بحيث الشخص يطب ويحس نفسه انه هو خليفه عباسي هتجيب له العمه هيخدموا لابسين العمه الخاصه مالتهم في ذاك الوقت تمام والجواري ونفس الترتيب يعني يبقى واخد الطابع العباسي كله بالاكل العباسي لا 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 ما هو يقول لك انه اكو فكره انه تكون أيوة كمطعم يبقى فيه وقتها هناك شغل هو الويتر او الكابتن راح تكون لابسه لبس الجواري يعني. بس مش الجواري بتاعت قريش يا عم تعامل الجواري انا استقبل اتصال تليفوني نوال ونرجع تاني استاذه نوال الو على فكره ده كل ما تسيبني يا ابني شويه اتفضل الو السلام عليكم وعليكم السلام اهلا بيك يا استاذه نوال اوكي لا مش استاذه نوال نوال معايا امي نوال اهلا بيكي أم مروان شرفتينا مروان معانا أم مروان اتفضلي اتفضلي ليك أي سؤال للشيف أو الشيف خلود؟ معلش بتجيلي الجو كده معلش عايزة مربة الجزر لو سمحت مربة الجزر؟ مربة الجزر طيب أوكي طريقتنا العراقية؟ ما؟ عايزاها بالطريقة العراقية ولا الطريقة المصرية؟ لا المصرية معلش المصرية زين ليش مو بالعراقية؟ يجوز تعجبك جربيها زين جربيها بالعراقي يمكن تعجبك خلاص عادي ماشي اوكي هنجربها ماشي تمام تمام احنا المصريين بيرضوا باي حاجه وعلى طول بيعملوا كل الجهوم ما هو جديد تمام تمام شكرا ليك جدا شكرا شكرا تمازج ثقافات عالي جدا بالنسبه للطعام في مصر تمام يعني يوم امس كنا في مطعم اغلب الاطباق هي مصريه لكن تقدم بطريقه ايطاليه طريقه فرنسويه اكيد حدثها بطريقه جدا جميله طبعا هذا ابداع للشيف نفسه اللي يشتغل تمام اكيد تحياتنا له اكيد تسلم ايده شيف ايهاب تسلم شيف ايهاب عمل لذيذ جدا ومتعب ايضا جدا في اكيد يا شيف هنا شوربه الزوم امبارح عملت مشكله الله يعينك اكيد
الطعام المصري هو خليط ثقافات. اه فعلا الطعام المصري عندنا هنا بنجيب ايطالي على فرنسي على حاجه من عربي على خليجي يوناني شيء مثل بالمطبخ اليوناني ايطالي كمان من خلال القرب مع الاسكندريه البحر الابيض المتوسط. ايوه تمام فعلا عليه كثير بيبقى في حاجات يونانيه. ممكن انه تقديم طبق بالطريقه العراقيه هي طريقه جدا مميزه وبنفس الوقت ايضا سهله ما بها صعوبه وممكن مربى الجزر وحلاوه الجزر قريبه منها لكن بها بعض الاضافات وعمليه شو بسيطه داخل الفرن تطلع طبعا مشهوره عندنا جدا تطلع عندنا حلاوه الجزر وحلوه الجزر اكثر اماكن تقدمها كربلاء والنجف يعني فرات الاوسط يقدمها نوع من الحلاوه ويباع في المحلات بكثره ويباع بسعر غالي على فكره غالي يعني وصل سعر كيلو تقريبا ل 10 دولار يعني مشهوره جدا بلدي. اشرح لها شيء في الطريقه مع المربى هسه شرحت لك كبه الموصل اللي اتصل بنا قبل اكيد اكيد احمد اقول لك كبه الموصل هي عباره عن مرحلتين المرحله الاولى هي عباره عن عجينه الكبه دي طريقه كبه الموصل الاستاذ احمد اللي كان طالبها مننا الشيف فراس بيقولها معايا تمام ما رحمت البارحه يمكن اكيد تمام مقاديرها تبقى ازاي يا شيف مقادير كالاتي هلا تمام كيلو برغل كبه كيلو برغل برغل اللي هو الحنطه معروف البرغل اللي عندنا تمام الحمد لله برغل الكبه يكون بنسبه طحن معينه او جرش معينه مجروش. يعني مجروش شويه ما هوش ناعم مو ناعم جدا تمام 1 كيلوغرام ربع كيلوغرام جريش الجريش اللي هو بصل يا عبدو تمام مجروش الحنطه لكن اكثر يكون انعم تمام يكون انعم واقوى بالاضافه الى ربع كيلوغرام لحمه حمراء خاليه من الشحم يعني نفس اللحمه ما فيهاش دهون ما فيهاش اي دهون تتقطع مكعبات مكعبات تنخرط مع البرغل والجريش تمام نبدا نضيف المي على شكل رشات باليد مي دافي مي دافيه نبدا نوصها حاجه واحده ورشه كمون بسيطه جدا اوكي مع ملح كزبره بسيطه تمام رشه ملح كمون وكزبره بسيطه رشه بسيطه ممكن البعض يحط شويه بيكنج باودر بتاع الكيك بيكنج باودر حتى يسهل عمليه ذوبان البرغل اوكي او او نقدر نقول نقع البرغل نقع البرغل يصير مثل العجينه بعدها اوكي تمام طبعا تنخلط هاي المواد باليد مكعبات اللحم مع البرغل مع الجريش مع التوابل مع ملح رشه ملح اوكي وسنه ملح بسيطه حتى ما تكون مالحه الكبه بعد ما نخلطها كلها هذه نطي رشات الماء نبدا نعجن باليد راح تصير عجينه بها قطع لحم القوام بيبدا يتماسك ويبقى تبدا بها قطع لحم تمام ناخذ العجينه كلها نفرمها على المفرمه سابقا بالموصل اكو عندنا حاجه اسمها الهون او الهاون هو مثله بس خشب يسمى الجاون الجاون هو خاص لدق الكبه اوكي يخلون بالكبه يعني ما كان اكو مترمه العجينه ماكو مترمه ويدقوها لفتره ساعه وساعة ونص يعني هي عمليه متعبه جداً. لكن اسهل الوقت اسهل في الكهربائي اكو مترمه لحم موجوده بكل بيت اوكي مفرمه مفرم يفرموا العجين مره وبعد ذلك يعجنوه مع رشات مي باليد يرجع يفرمه مره ثانيه لو بقت العجينه قويه ممكن يطير رشه مي يتركها 10 دقائق ترتاح ضروري راحت العجينه حتى البرغل ياخذ حجمه الطبيعي يعني احنا نعجن اول عجنه نتركها 10 دقائق ترتاح نرجع نضيف مي بسيط دافي باليد رش ونرجع نعجن حتى ونتركه يرتاح الان عندنا تصير العجينه جاهزه وكامله 100% بعدها راح نبدي المرحله الثانيه من العمل اللي هي مرحله الشغل قبل ما نسولف عن مرحله الشغل الحشو مالته يكون عباره عن لحم مفروم خشن لحم مفروم خشن هو سابقا كانوا يدقوه بالجوان لكن هسه مفروم على السن الخشن مال المفرومه تمام بالاضافه الى بصل كيلو لحم كيلو بصل كيلو لحم كيلو بصل أوكي. ربع كيلو كشمش اللي هو زبيب 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 يا ريت صديقي تاخذنا صوره هنا مال تمام مع الزبيب زبيب وربع كيلو لوز ولوز لوز اوكي طبعا اللوز يكون مفلس ومحمر تحمير بسيط مو كثير يعني ما يبين عليه التحمير فقط تغيير طعم اوكي نكهة. والكشمش عندنا يكون بهالشكل مجرد انهم عارضين للحراره فقط حتى ينتفخ تمام عشان هي ليها ديتيلز كثيره جدا ومراحل بس الكبه دي الكبه العراقي بس معروف الخلاصه مالتها فشيء مميز هي راح تكون طريقتها قريبه من طريقه الحواوشي لكن مغلقه من الاطراف اوكي اللي راح نسوي كالاتي اوكي تمام ناخذ قطعه نايلون نايلون غذائي نخليها على الطاوله وناخذ قطعه ثانيه بحجمها اوكي تمام العجينه نعملها على شكل كره احنا نسميها شونقه 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 بالعراقي لا عندنا في المصري تقريص تقريص بتتقرص قرص نعمل القرص نخليه تمام ونرجع نخلي فوق منه قطعه النايلون نبدي نفرشها بالشبك الشوبك اوكي راح يصير بسمك نص سنتيم تقريبا سمك رفيع يعني نص سنتي نص سنتي تمام نص سنتيم هو سميك للمبتدئ يعني للحريف لا ما يكون نص سنتيم يكون اقل بعد اخف ممكن يصير ثلاث طبقات يلا تساوي سنتيم واحد اوكي تمام ناخذ طبقه هاي الطبقه الاولى تصير جاهزه نرفع الغطاء من عليها نوضعها على جنب
نعمل طبقه ثانيه ايضا بنفس الطريقه نفس الطريقه ونفس الغطاء اللي عندنا هذا نخليه فوق منها ونفرشها بنفس الطريقه. تمام. نقطعها بغطاء قدر يعني غطاء زي اللي احنا حطيناه بالفرن. تمام. نخليه فوق منها حتى يكون حجم عندنا حجم صغير كبير اكبر هو حجم واحد. اوكي. احنا اللي مشتغلين. نحط الغطاء ونضغط بالغطاء على النايلون. لما نرفع النايلون راح نلاقي الزوائد مفصوله لوحدها والعجينه عندنا جاهزه على شكل قرص. طيب. نفس العمليه العجين الاولى. ناخذ اللحم نبدي نفرشه بكميه بسيطه ما يكون سميك. اوكي. احنا بعض الاحيان اكو بعض الدعوات صار عندنا ناس يعني دافع فلوس كثيره او اريد نشتغل للبيت شغل بيتي. فيخلون كميه لحم عاليه بسمك سنتيم واحد بالداخل. يعني يكون اللحم بتاعتها متوصي فيه. اوكي. مع طبعا اللحم يخلط مع اللوز والكشمش. اللوز والزبيب. ونضيفه يعني نضيف الحشوه رش بسيط. أوكي. خفيف. لكن هو بسمك سنتيم الطبيعي مالته يعني اللي تجاري لكن تجاري درجه اولى. تمام. مو بيتي. أوكي. بيتي لا اكثر يجوز من سنتيم. تمام. فوق القرص مع مراعاه ترك مسافه اصبعين يعني سنتيم من الجوانب. تمام. اوكي تمام. ليش هذا المكان اللي راح نلصق به الوجه الثاني عليه؟ راح نجيب الوجه الثاني نرفع بالنايلون لما نشيله راح يطلع عندنا القرص بالنايلون نفسه. طيب. انا كنت اتمنى نعملها بس هي بيها مراحل كثيره. بس هي بمراحل كثيره. بس احنا نتاسف يا شيف ان احنا نبدا بقى نكمل عشان نضيق الوقت معانا. فنبدا نكمل وصفاتنا. خلاص. هي باقي فيها حاجه؟ بس حاجه بسيطه. نوضع القرص عليها. ونبدا نضغط من الوسط للاطراف حتى الهواء يطلع اللي بالداخل. تمام. من نوصل للمرحله اللي المكان اللي هو الاصبعين الاطراف اللي هي 3 سنتيم نبدا نقفل عليها ونعمل كذا على اطراف حتى تقفل ما يدخل بهم. ما خلاص قفلتها من كل مكان. تحتها ننزلها بالمي المغلي على طول مي وزيت. هي دقيقه او دقيقتين راح ترتفع العلا معناها انطبخت بدرجه 50%. اوكي. وبعدها تحفظ تبرد وتحفظ. اوكي تمام. انا سرقت الوقت من شيف فراس. سرقت الوقت مني قبل شويه وبديت اقلي السمك وقطعت الفلفل والبصل وشويه ثوم. للسمك باخذت السمك هذا. بديت اسوي خلطه السمك او الصلصه تبع السمك. اوكي. وبعد ما اقلي السمك راح اخليه على جنب. اكمل الصلصه اضيف معجون الطماطم واضيف الدبس الرمان والتمر الهند. والفلفل الاسود والتوابل كامله. تمام. خلي الصلصه شويه تفور. اخلي السمك عليها واخلي بالوش الطماطم. وتاخذ الصوص بتاعها بالضبط. لا لا تكون الصوص راح اخليها تتكثف مع بعض. تمام. واذا احب انطيها وش شويه ادخلها الفرن بس تاخذ وش قليل. اوكي. وبعدين اخلي الكزبره والمعدنوس راح يكون جدا لذيذ. هذا يقدم يتاكل ويا العيش او يتاكل مع الرز. احنا ناكله مع الرز. مع الرز جدا لذيذ. اكيد. ماشي. شيف فراس نكمل بقى الوصفه بتاعتنا. الوصفه بتاعتي عندي اللحمه انا وضعتها هنا بالبدايه بدون اي شيء. تمام. مجرد ما حمرتها بالزيت اتحمرت اللحمه بالزيت تركتها حتى ينطبخ. تمام. اللحم اللي عندنا اذا كان فيليه ياخذ عندنا 10 دقائق يكون مطبوخ. لو فيليه تمام. لو غير الفيليه حياخذ نص ساعه تقريبا يكون مطبوخ لان شرايح خفيفه. اوكي تمام. اللي عندي هنا قارب على الاستواء يعني لسه فقط اجيب الماء ما تحت اكمل عليه. المرحله الثانيه راح اسولف فيها التفاصيل كامله. اوكي تمام. اخذ بها الكرات. شيف خذ اجازتك في حاجه؟ حبيبتي افتحي لي بس معجون الطماطم. اوكي كوني مفيده يا شيماء. ايوه لا يا ريت يا ريت تخشي بقى. تفرحش يعني هي مفيده دايما. اوكي احنا معاه استغل. خش 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 كلمه كده ف يلا خشي خشي. طيب احنا معانا اتصال تليفوني. معانا استاذ عبد الرحمن. الو. وعليكم السلام استاذ عبد الرحمن. الحمد لله تمام. اتفضل تشاركنا بسؤال مع الشيف خلوده والشيف راس. الله اكبر يعني ربنا يبارك لهم يا رب واكل جميل. الله اكبر. الله يخليك ربنا يبارك فيك. وبرنامج جميل جدا والله. تسلم. شكرا ليك تسلم ليك استاذ عبد الرحمن. اوكي شكرا ليك. شكرا شكرا لاتصالك عبد الرحمن. ثلاث ملاعق ما احبها تكون حمراء جدا. خلي شوي بعد. لا لا انا راح اكل. خلي شوي. لا لا ما خلي بعد. ايوه احنا اوكي. انتظر اللحم فقط عندي يبدي. تمام يا شيف. احنا هنكمل ايه دلوقتي؟ انا بشتغل بتحضيرات اللحم. دي تحضيرات اللي هي عباره عن ايه؟ شيف يتكلم. شيماء احنا كعراقيين دائما حتى من نعمل الرز الاحمر نحب معجون الطماطم نشوحها بالزيت. اوكي. اي حاجه نحب نشوحها بالزيت. بالزيت. اوكي. الصلصه يعني زي ما عندنا اللي احنا بنسبكها. احنا عندنا بنقول بنسبك الصلصه. سبك الصلصه. الصلصه هنا راح تاخذ طعم الفلفل الاخضر والبصل. اوكي. راح اخلي دبس الرمان. ده دبس الرمان. دبس الرمان يعني ما يقارب ربع كوب دبس الرمان خليت. ربع كوب. طبعا احنا لانه نعرف الريسيبيات ونعرف القياسات فنخلي بدون القياس. اكيد. ما شيف خلود شيف محترف تقدري تعملي كده عارفه المقادير قد ايه بالظبط. شكرا. تمام يا شيف.
6:30 تفضل يا شيف فراس. راح نسوي صلصه. انا جهزت تحضيرات لطبق الدجاج. تمام. اللي هو خمر الرمان. اسمه ايه؟ خمر الرمان. خمر الرمان. طيب نزل برضو المقادير بتاع الطبق خمر الرمان. دجاج خمر الرمان يا ريت تطلع هتنزل معانا دلوقتي حالا المقادير. بس نبدا بقى بيها. انت هتبداها ازاي دي؟ انا حضرت كل شيء. عندي البطاطا الجزر مسلوق نصف سلق، بطاطا مقليه نصف قلي، بطاطا وجزر. اوكي معلش يا شيف انا اتكلم براحه شويه عشان يقدروا يسمعونا ويفهمونا. الجزر مسلوق نصف سلق. تمام. الجزر مسلوق نصف قلي، مقليه نصف قلي. تمام. نص بحراره عاليه محمره. بطاطس. بطاطس محمره ونص، لا بدون تحمير بس هي مطبوخه. عندي الباذنجان هنا جدر نظري. أوكي. الابيض والاسود. على فكره احنا عندنا هذا الابيض من يطلع بالسوق هناك ما حد يشتري. لسبب انه تكون بنسبه مراره اعلى من الاسود. المراره مر. طعمه مر. لا عندنا هنا البلدي بتاعنا مش طعمه مش حلو. مر. ما حلو. قطع بالسوق. طعمه حلو. حلو. طعمه حلو. تمام. مش مر. فشكل جميل وطعم حلو انا ضفته مع الطبق اليوم. تمام. حتى يكمل عندي تفاصيل الطبق. طبعا احتاج الى كراث مفروم. كراث عندي مع اللحمه. اوكي. اقطعها فرمه حتى نضيفه مع البصل ومع الفلفل الاخضر اللي راح يطلع عندي، بالاضافه الى الجازو اللي هو راح يكون مكمل لطبق الكاجو اللي هو الكاجو. تمام. يكون مكمل لطبق بدر البدور. طبق خمر الرمان راح ياخذ عندي جزر، بطاطا، وباذنجان. تمام. وبنفس الوقت ايضا شويه بصل ياخذ عندي مقطع ناعم. تمام. مفروم ناعم. المفروم. وايضا راح انطي كميه بسيطه من دبس الرمان. حاجة بسيطة من دبس الرمان. وراح أثناء عملية التقديم راح يكون بالأسفل ما تأكل خلطة هي عبارة عن لبن. تمام. ممكن أعطي شبت أو شبنت أو نعناع حسب الرغبة، مادة عطرية لازم تكون فيه. تمام. بالإضافة لعصير الحامض اللي هو موجود عندي هنا اللي راح أضيفه مع طبخ الدجاج ومع الصلصة اللي تكون أسفلها، يعني هاي طعمها شوية يكون سور. شيء ما بس وطي النار هنا شوية. طب نبدأ فيها بقى يا شيف، نبدأ مع حضراتكم احنا شغالين فيها. طب حط النار إن شاء الله. بس شوية اصبري لي حدود. راح أنزل السمك بصلصة. شوف نوطنا وطلها النار وطنا شوي. اوكي. انا صحيتكم. طبعا الطبق العراقيه دي اول مره نعملها معانا في البرنامج النهارده وانتم معانا. نعم حبيبتي. بدات نزلي بقى ان شاء الله كل ما نزل سمك وصلصه. اوكي حضرتك عايزه نوطي دي شويه؟ وطي لي شويه النار عشان عايزه نار واطيه شويه. اوكي. شوفي شيماء قلت تتكلم مصري، امتى تتكلمي عراقي؟ منور. بحاول والله نفسي على فكره. مو قالت لي من امبارح بحاول معاكي وما فيش فايده فيا. ليش ما فيش فايده فيكي؟ لا انا اعلمك. انا راح اعطيك كورس مكثف هاي قدام المشاهدين. كل يوم نتعلم 5 كلمات. موافقه جدا. ابدي من اليوم في ديتس. خلاص شوف انا اتكلم لبناني بس. انت سوري لبناني دايس. لا خلي هنا انا ما احتاج. كيفك؟ ايش بدك؟ ايش لوني؟ ايش كوني؟ على طول انا ما بسكتش. عبدو انت شكلك كده عليت النار مش وطيتها على فكره يعني. لا وطيناها. لا يا عم عليتها. نوطيها كمان شوي ما فيش مشكله. تاكد يا عبد تاكد. خليها كده بتعمل ايه؟ كده تقولوا انتوا ازاي كده سنه؟ طيب سنة. احنا معانا اتصال تليفوني. خالد معانا على التليفون. الو الو مين معايا؟ معانا يا خالد. قول معاك شيما وعبد الرحمن ومعاك شيف راس ومعاك شيف خلود كل ده معاك. عاوزين عاوز طريقه البيتزا. طريقه الايه؟ البيتزا. ماشي حاضر. طريقه البيتزا هتكون معانا ان شاء الله في بعض الحلقات. تابعنا بس الحلقه النهارده مع وصفات الشيف فراس والشيف خلود. شكرا ليك حبيبي. كنت حابب اسال بقى شيف فراس عن المؤتمر اللي كنتوا فيه هنا معانا هنا في مصر عن الشهادات بتاعه اتحاد العرب للطهاة، وتقول لنا على كواليسها وايه اللي حصل فيه. كل حاجه بقى انا عارفه ان حضرتك ما شاء الله يعني، فعرفنا وعرف الجمهور كلهم بقى. الله. احنا فرض من الله سبحانه وتعالى يعني. توجهت لدعوه من الاخ عمر متولي. اوكي. وجيت لنا الاكاديميه لقيت محاضرتين. تمام. انطيت بيها تفاصيل بسيطه عن الطعام الدوله العباسيه، وهذا موضوع مهم يشغل كل العرب. هذا تراثنا. اوكي. مو فقط تراث العراق، تراث كل العرب، لانه الدوله العباسيه في وقتها احتلت اغلب الوطن العربي. اكيد في الفترة طبعا هي غزوات في وقتها. وبعدها جاء الاحتلال العثماني اللي سيطر على كل شيء عندنا. تمام. فالقيت محاضره عن التراث العربي. حطيت محاضره بسيطه وعديت طبقين. تمام. الشباب اللي مشاركين عندنا بدورات. تمام. يعني كده محاضرات مجانيه. وبعدها طبعا انا شريك مع عمر متولي من زمان موضوع الاكاديميه. شريك يعني نقدر نقول متبرع. تمام. يعني انطي بعض المعلومات، انطي بعض النصح. على فكره انا خريج معهد بغداد للسياحه سنه 89.
ايام ما كان ما حد يعني يدرسون به خبراء عرب واجانب من ضمنهم خبراء مصريين. من ضمنهم الشيف جمال الدين الصباغ الله يعطيه الصحه والعافيه. ليس شيف اكبر الاماكن في بغداد. تمام. يعني زاول العمل حد الان الله يعطيه الصحه والعافيه ويطول بعمره، اتمنى انه يشوفنا هسه. انا تلميذه. وايضا بكالوريوس اداره فنادق سنه 95 من بغداد من الجامعه المستنصريه. بسم الله ما شاء الله. ولك حضرتك لك على القناه العراقيه برنامج. بقدم برنامج مطبخ العراقيه من 10 سنوات. اوكي. قناه العزيزه قناه العراقيه. وشيف خلود كمان. شيف خلود معنا برضه في برنامج. برنامج ايه؟ برنامج شبابكم. شبابكم. اللي هو على قناه الفرات. طبعا برنامج اجتماعي عائلي. يعني تقريبا نفس فكره نفس برنامجنا هنا. نفس الفكره في بيتنا. برنامجنا. اطلع انا منها خلاص. اطلع انت منها خلاص. ماشي انتوا بقوس يعني نقول العراق لك الصافي. لك الصافي؟ لك الصافي. لك الصافي. يعني حتشرب الصافي. خلاص. فبفضل الله سبحانه وتعالى عندي دراسات عديده على انواع الطعام. أنا أساساً يعني عضو نقابة اضطهاد الأتراك من سنة 2012. عضو نقابة اضطهاد الأتراك. حصلت العضوية بعد قمة بغداد. أكو شركة عندنا هناك هي كانت مشرفة على القمة اللي هي شركة ريكسوس للفنادق، شركة عالمية. وكنت أنا مشرف على عملهم في وقتها. طبعاً ما صار تقارب بيني وبينهم إلا بعد القمة، بعد ما خلصت وانتهى الموضوع. والتقيت بسيد عبد الرحمن البيرقدار اللي هو صاحب الشركة. يعني نقدر نقول الاول، يعني هو صاحب الفلوس وصاحب الاداره مع شركه. الشركه هاي تحتكم على 50 فندق حول العالم. اقل فندق بيهم 5 نجوم وعلى فندق بيهم 7 نجوم ديلوكس. اكيد. اي هو رجل ايضا مهني، مو طباخ ولكن مهني يعني. تمام. كان شغال بالاستقبال يعني ريسبشن. التقيت به وتحدثنا انا وياه، وبقتها هدالي تصوير 3 حلقات عندهم في انطاليا في الريف التركي والمدينه التركيه يعني. طب استاذنك يا شيف هنستقبل التليفون. الو معانا ام احمد. ايوه ازيك يا شيف. اهلا وسهلا معاك يا شيف فراس. اتفضلي ام احمد. شلونك ام احمد؟ شيف عبد الرحمن ازيك. اهلا بيك ام احمد منورانا. ازيك حضرتك انت كمان ربنا يخليكم. اتفضلي يا شيف منورانا. انا اول مره اشوفكم كده واتابعكم، يعني قلت اسلم عليكم واشكركم يعني. وان شاء الله ما تكونش اخر مره ان شاء الله. والله يعني ده هي قناه محترمه جدا والله. ربنا يخليك. وايه رايك في البرنامج بقى؟ جميل والله. انا شايفاكم بتعملوا حاجات. انا لسه دلوقتي فاتحه بقول بشوفكم كده، قلت اشوف مين يا رب اللي على القناه، لقيت حضرتكم وقلت للاستاذ. احنا معانا ضيوفنا النهارده الشيف فراس والشيف خلود موجودين معانا من العراق. اهلا بيهم. يا اهلا بحضرتك. انا بحب الطبخ زيكم جدا. يا اهلا بحضرتك يا ام احمد شرفتينا. انا بحب الطبخ كده وعندي حاجات قديمه ممكن اقولها. يعني انت تشرفينا معانا هنا في حلقه على طول. اجيلكم والله. انا بحب الحاجات القديمه قوي. تسلم ايدك. معانا هنا اطباق جديده الشيف عاملها من العصر العباسي وحاجات عراقيه اطباق تابعينا. انا عندي حاجات من 50 سنه 60 سنه. الله حلو كده. ربنا يديك الصحه تنورينا معانا في حلقه برضه من جدودي. ان شاء الله. ان شاء الله تنورينا في حلقه من حلقاتنا باذن الله. وشكرا ليك. شكرا لك. طيب احنا ممكن نخرج فاصل صغير ونرجع تاني. استنون. بعد الفاصل ولسه مكملين في مطبخ النهارده وصفات مختلفه مع الشيف خلود والشيف فراس منورينا منورين مصر كلها. شكرا جزيلا. شكرا ليك. عايزين نعرف بقى ايه خلصنا ايه وبقى طبعا ايه؟ انا الفراخ تمام جاهز عندي. تمام. اوكي اوكي. راح ابدي انزلها بالطبق. تمام. دي الوصفه اللي احنا بدانا بيها في الاول اللي هي دجاج. دي اوكي تمام. الدجاج المحشي ده محشي. وهذا الخضار والخضار بتاعه بمعلقه. تمام. نبدي ناخذ الخضار. هنا هي زينه راح تكون ضمن الخضار. تمام تمام. مثل ما تشوفي اتسوت طبعا معاها قلب الاستديو ده اكيد. يا ريت دبس الرمان. تمام. دبس الرمان. شيف قول لنا انت معاك ايه وايه اللي خلص بقى لنا ايه. انا بالنسبه للدجاج
صار عندي جاهز هذه الخضار ضفناها. تمام مع الخضار انت سويته الاول وبعد كده حطيت مع الخضار. مع البصل فقط وطينا ملح وزنجبيل. مع البصل والملح والجنزبيل. الزنجبيل والفلفل الابيض. والفلفل الابيض. وراح اضيف ليمون. تمام هنضيف ليمون ودبس رمان حاجة بسيطة. رمان. تمام. ممكن ليمون عندك كمان. تمام. انا هنعمل حضرتك. كفاية. تمام. شوفي البطاطا والبطاطا والبيكنج مناظر الطبيعية طبعا بايدي افضل. شوية بس. تمام. لابسة جوانتي فما راح انحرم. كده خد الليمون ودبس الرمان والخضار بتاعه والملح والتوابل. عبد الرحمن بدون زحمة نترك فين التبسي السمك؟ اوكي من الفرن وفي من فرن تبسي شنو؟ انطلق. تبسي السمك سمك الايه؟ سمك السمك يا جماعة سمك 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 عملت شاطرة ده اهو احنا هنبدأ نعرض بقى علشان الوقت معانا اكيد بص يا جماعة انا عملت ايه؟ شايف دي؟ ما هو ده اللي انت شاطره فيه ده اخرك في الاخر بتحط دي على فكره ما هو اصعب شيء البرزنتيشن يعني مو كل شيء سهل يا ريت تعطوني مجال شوي يعني احتاج انا دقيقه تمام عندي اللحم صار جاهز تمام ضفنا الكاجو مع الكاجو اللحم كده طب وخلص هنبدا نضيف مع الكاجو وراح ابدا اقلب مره اخرى تمام حتى الكل ياخذ طعم الكل لا دي غلط هنا عشان ده طبق سخن تمام مع بعض كله عشان يندمج كل دقيقه واحده هيجف بعدها هنسكب تمام عندي هنا ده جاهز خلاص الدجاج عندي ايضا جاهز اللي هو طيب هنبدا نعرضه مع الرمان مع خمر. طبعا انا ما لقيت رمان جاف فراح استخدم الزبيب مع الزبيب تمام زبيب بسيطه الله طبعا مع الاكل التحفه والوصفات اللي عملوها لنا الشيف فراس والشيف خلود لازم 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 استقبل معايا استاذ محمد رمضان مدير البث يتفضل معانا ده لازم يكون معانا في الحلقه دي ويطلع فيكون معانا استاذ محمد عايزينك معانا لو سمحت اللبن انا عندي هذا جهاز خليه نفرغ تمام يا شيف احنا كده هنبدا فرغ التبسي نخليه بالحله بتاعته اجمل ده ما فيش مشكله تمام انا احب الموضوع الموضوع طبيعي وبسيط طبيعي فين استاذ محمد تعال يا استاذ محمد تعال خلي رشه معدنوس بسيطه استاذ محمد مدير استاذ محمد منورنا اتفضل 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 معانا اتفضل يا شيفنا تعال اتفضل معانا وعليكم السلام استاذ محمد رمضان يعني احنا معانا ضيوفنا من العرب الشيف فراس والشيف خلود فلازم كنت تكون معانا وتشاركنا ريحه تحفه وريحه قلبه الاستوديو فاحنا جبناك بقى عشان تدوق معانا تمام احنا عايزين نعرض بقى الشغل يا شيف عشان خلاص وقت برنامجنا خلص خلصوا بس لازم نقلبهم هنا في في الطبق ماشي ماشي ايوه ايوه انا كده خلصت اتفضل يا شيف اتمنى المطبخ الشرقي انه يكون بحلله تمام اوكي تمام دقيقة واحدة بس هنعرض فيها يلا يا شيف ايوه ده الطبق اللحمة شكله روعة اللي هو هذا بدر البدور ده بدر البدور بدر البدور اسفل منه في الطحينة مع الكراث تمام برضه الوصفة اللي هناك في الوصفة الثانية بقى يا شيف نعرضها دي خمر الرمان يلا خلاص ماشي يا شيف نحط دي هنشكركم ونشكر الشيف فراس اللي كان منورنا النهارده والشيف فراس العراقي بيكم جدا النهارده شرفنا بحضرتك والشيف خلود هنشكركم جدا سعيدين جدا اصلا احنا تواجدنا اسعد بيكم واسعد بيكم شكرا استاذ محمد يا رب ان شاء الله اطباق لنا على اعجابكم ان شاء الله شكرا استاذ محمد شكرا ليكم استنونا في حلقات دايما متميزه وجديده في برنامجكم بيت شيم شكرا شكرا ليكم